سلام الله عليكم أحبائنا في قناة المشاهد. في الإعلام العربي تتقلب الكثير من الحقائق إلى أباطيل وتزييف بالكامل. فما هي حكاية حارس المرمى دانييل باديسلاف الذي نسجت حوله العديد من الأكاذيب في الإعلام العربي؟ ظل سوق كرة القدم سوقا مفتوحة لعقود للاعبين وانتقالهم من بلد إلى آخر، وظل هم الكثير من لاعبي كرة القدم البحث عن فرصة للترقي وتحسين الوضعيات الاجتماعية بالاحتراف أو بأن يصبحوا محترفين، وذلك بمحاولة الاقتراب من أحلامهم وأهدافهم بفضل كرة القدم وتضحياتهم اليومية. فكرة القدم كما باقي الرياضات تحتاج إلى جرعات جديدة من التنوع العرقي في أعداد اللاعبين وانتماءاتهم الجغرافية. ومن غير المألوف أن نشهد مباريات حيث يتراكم الأفارقة والأسيويون والأمريكيون الجنوبيون والأوروبيون في نفس غرفة الملابس بعيدا عن منازلهم، ويتحدثون لغة لا يعرفها أحد ويسترشد بها المدرب في ظروف مماثلة عن اللاعب وعن ممارسه كرة القدم. في تلك القائمة وفي المقام الأول يمكن أن نتحدث عن برازيلي يعتبر اليوم أكثر حراس المرمى شهرة وبدانة في العالم، وهو دانييل باديسلاف. من موقعه المتميز كونه شخصية قيادية داخل رقعة الملعب، فإن شخصية دانييل باديسلاف كحارس مرمى مهيب ومربك بضخامته قد تسببت لدى باقي الخصوم بالبحث عنه وبالفضول للجماهير في جميع أنحاء العالم بمعرفة شخصيته وعشقه اللامحدود لكرة القدم، وينظر إلى رومانيا وكرة القدم بفضول وفضول. يصل دانييل باديسلاف إلى 130 كيلوغرام، وهو من مواليد 1979 من أصول برازيلية، حارس مرمى ويلعب مع فريق رابيد بوخاريست في الدرجة الرابعة. ويدرك دانييل أن عليه العمل بجد لتحقيق ذلك. اكتسب بورنول، وهو كما هو معروف بالفعل في بلاده، شهرة عالمية عندما اندلعت معركة في منتصف المباراة بين الفريقين في وسط الملعب، وعملت ذراعيه القوية وجسمه القوي على تهدئة والحد من المحاولات العدوانية لزملائه ومنافسيه وخصومه، مما نال شهرة عالمية بحسب مقطع فيديو تنقله العديد من الرواد في مواقع التواصل الاجتماعي عبر العالم. وأما الأخبار التي يروج لها البعض في العالم العربي ويؤلف منها قصصا عن حارس المرمى فهي من وحي الخيال وكاذبة ومزيفة، من قبيل أنه تسبب في نزول ناديه من الدرجة الثانية إلى الدرجة الرابعة، والنادي عجز عن طرده لأن أمه أحد ملاك ممولي النادي، كما استقال بسببه 4 مدربين وتوفي آخر بسبب نوبة قلبية، كما اعتزل أحد اللاعبين النادي اللعب نهائيا. وكذلك خبر بدايته اللعب في خط الهجوم كرأس حربة، لكنه قرر الانتقال لحراسة المرمى لعدم قدرته على الركض ومجاراة اللاعبين. وبسبب عدم كذلك مهارته في إمساك الكرات يضطر المدرب للعب ب7 مدافعين و3 بخط الوسط دون هجوم. هذه الأخبار كاذبة كل الكذب، بعيدة عن الحقيقة بعد البحث في مواقع عالمية عن سيرة حارس المرمى دانييل باديسلاف التي تتسم بالمصداقية وتقدم مادة إعلامية بعيدة عن فبركة القصص واختراعها وترويج الأباطيل والأكاذيب حتى عن حراس المرمى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.